أكيد بالحالة المعروف قد تنقسم الإدارة الأهلية ويصير في نفسها هي كمان فيها نزاع، لكن هذه إلحاقا لسؤالك لإجابتك بسألك، هل بتحتاج الإدارة الأهلية لسن قوانين جديدة عشان تقدر تطور عملها أو تنظم عملها؟ أكيد. يعني هو أستاذة حقيقة، يعني ما في شيء في هذه الدنيا تظل جامدة. يعني أنظمة الإدارة أنظمة متطورة، ورجال الإدارة الأهلية اليوم بعضهم دكاترة، يعني درسوا جامعات وعملوا حصلوا رسائل يعني في مجالات دقيقة جدا، وبعضهم يعني أساتذة كانوا يعني وكانوا ضباط كبار في الشرطة والجيش والأمن، يعني تحولوا بعد ذلك. هو يعني عمنا يعني مشاهير كثر في هذا، يعني موسى جالس الناظر موسى جالس معروف، يعني انه كان من كبار رجال الشرطه، سلاح علي الغالي كان من كبار رجال الجيش، وفي ناس كثر يعني كانوا هم اساتذه في الجامعات وكانوا كذا، لما تقاعدوا صاروا هم رجال الاداره الاهليه باختيار اهلهم، هم ربما اجبروا يعني او يعني اصر عليهم اهلهم يكونوا. ففي تطور كبير في رجال اختيار رجال الاداره الاهليه، حقيقه اكيد في تطور في البلد، يعني في الدوله في الدوله في ديوان الحكم المحلي او الاتحادي او يعني يعني هذه المؤسسه تقوم على تطوير قوانين الاداره الاهليه، انظمه الاداره الاهليه، الاتصالات تطورت، كل شيء تطور، يعني لا بد من وجود، لكن هذا غير موجود حاليا طبعا، لا بد من وجود قانون دقيق في الدوله ينظم عمل الاداره الاهليه، رئيس الاداره الاهليه ومن تحته من التسلسل المتسلسل الى مجلس واحد ثم المندوب الاداري. اصل الناظر او العمده عنده الناظر عنده عمد، وعمد عندهم شيوخ، وشيوخ عندهم وكلاء اداريين يسموهم مندوب الاداري. هذا اخر شيء يعني في تسلسل الاداره الاهليه، كل في كل منطقه عنده مندوب يعني يقوم على كل شيء، يعني وهو عضو في لجنه الامن، عضو في لجان كثيره في المنطقه اللي هو يعيش فيها، حتى يعني اي شخص حكومي او مسؤول حكومي وصل الى المنطقه يحترم